عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. محرز يطلع المورال، يعني شلنا كيفاش محرز اليوم، كيفاش رغم أن النقائص اللي كانوا في الفريق تاع مانشستر سيتي، محرز اليوم مايسترو، نقولوا باللي مايسترو، خاصة في الشوط الأول. نتكلموا الشوط الأول، نتكلموا على الكرة الحاسمة اللي دارها، رغم ما كنقولوا باللي راه ماركي بونت في هذا الآخر، شلنا مع خيسوس، كيفاش خيسوس ماركا تروابيت اللي لهدر مازال البارتيه ما كملتش. راني نقول لكم على بالي بلي غادي يوصلكم روطار الفيديو شويه، بصح شتينا نهضروا نقولوا بلي محرز كيفاش تشوفه يلعب. كيما تكلمنا عليه محرز، اللعب تاعو هو اعطيه، خليه يدور حر، يلعب حر، يلعب في وسط الميدان، يولي لا ديفونس، يطلع في يلعب مع خيسوس، يلعب على الجهه تاع لا غوش، يلعب على لا دروات، يلعب تما. رياض محرز كيما كان يلعب في لايستر سيتي، كيما راه يلعب في المنتخب الوطني الجزائري. رياض محرز هو اللي وي ما كاين راه محرز هو اللي يجي يعطيك الميزان تاعك. يعني رانا نشوفوا كيفاش رياض محرز دائما وين هو اللي يصنع الفرق، هو اللي يصنع كيما نقولوا حنايا، خاصة اليوم كي رانا نهضروا كيما هكا، شنا كيفاش الاستحواذ، شنا الكرات، شنا الضغط وين محرز يدير ضغوطات على المنافس، على لا ديفونس، وين يدير على الدفاع، وين المدافعين. رياض محرز بطريقه تاعو وين يفرض اللعب تاعو، يفرض الخطه تاعه، هذه هي. خاطر على كنا نشوفوا غوارديولا كيفاش كان يقيسه، كيفاش كان يعطيه كيما نقولوا حنايا الخطه تاعو يلعب. بصح رياض محرز كي تحل عليه، تخليه يلعب، تخليه يفرض روحه، تخليه. انا تبان لي بلي رياض محرز راه فارض روحه باللعب تاعو، صحيح راه كيما اليوم راه يلعب باللعب تاعو اللي يبغي هو، هذا هو اللعب تاعو، يبغي يلعب حر، يبغي يلعب كيما يدور، كيما يعني شناه كيفاش وين فرض روحه اليوم، خاصة في الشوط الأول. راني نهضر الشوط الأول، بداية الشوط الثاني في الدقيقة 50 وين ماركا خيسوس، وين زاد ماركا فانيك في الدقيقة 54، شناه كيفاش رياض محرز كيفاش فارض روحه بمعنى الكلمه. هذا هو رياض محرز اللي نتبعوه، هذا هو محرز اللي نبغوه، هذا هو اللعب تاع رياض محرز، هذا هو اللعب الحقيقي تاع رياض محرز. صحيتو.